هلو ايفربادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، إن شاء الله بإذن الله هنشرح النهاردة الدرس الثالث والرابع والخامس لينا من الوحدة الأولى لغة إنجليزية الصف الثالث الإعدادي. أول كلمة لينا في الفوكابلري the best، يعني الأفضل. reason سبب، مجازين مجلة، machine آلة، different مختلف، ده طبعا adjective، ده صفة، noun يعني اسم، Chinese صيني أو اللغة الصينية، history تاريخ، interested مهتم أو شغوف، middle east الشرق الأوسط، program برنامج، understand يفهم، writer كاتب، tour guide مرشد سياحي، Japanese اللغة اليابانية أو ياباني، interviewer محاور، Greece دولة اليونان، Greek اللغة اليونانية، have fun بيجي بعديها يا إما verb يا إما noun، يجد متعة أو يستمتع. بالخارج middle eastern الشرق الأوسط، information معلومات، topic موضوع، international دولي أو عالمي، satellite قمر صناعي، email بريد إلكتروني، guess يخمن، practice يتدرب أو يتمرن، main أساسي، learner متعلم، mobile phone تليفون محمول، business man رجل أعمال، describe يصف، افرد خائف، mistakes أخطاء، habits عادات، actions أعمال أو أفعال، repeat يكرر، ده verb والماضي منه repeated في إيدي، true adjective معناه صحيح، wait ينتظر، wait for ده لما يجي بعدها phrasal verb فعل مضاف له حرف جر، ways طرق، park يركن سيارة، وتمشي ناون معناها منتزه، تمشي ناون يعني اسم وتبقى معناها منتزه أو حديقة، living room حجرة المعيشة، probably من المحتمل، billion اللي هي billion اللي هو ألف مليون، معلش بس هنا الصورة مش واضحة شوية، communicate يتصل، trip رحلة قصيرة، advice بالسي معناها نصيحة تبقى نوع، طب لو بالاس هتبقى advice معناها ينصح، inside بالداخل، outside بالخارج. هنا بقى هنعرف الأفعال التصريفات بتاعتها اللي هي الإيرجورال غير منتظمة، sell يبيع، sold sold، understand understood، become became become، mean mean meant meant، speak spoke spoken، international الضم بتاعها national، enormous enormous ضخم أو هائل، tiny صغير جدا، agree يوافق disagree أو review refuse لا يوافق أو يرفض. important expressions and prepositions تعبيرات هامة وحروف جر هامة، help with يساعد في شيء، يعني مثلا نو example مثال my mother helps me with my homework، أمي بتساعدني في عمل الواجب المنزلي، it is easy أو it is easy to، يا إما بعدها الفعل في المصدر، example it's easy to do a sport من السهل إن أنا أقوم بعمل الرياضة أو أمارس الرياضة، do a sport، work with يستخدم شيء أو يعمل في شيء، يعمل بشيء كذا، English is very important if you work with computers، إنجليزي مهم جدا لو أنت بتشتغل في الكمبيوتر، in English اللغة الإنجليزية، he reads and writes هو بيقرأ وبيكتب، everything كل شيء in English باللغة الإنجليزية، interested in بيجي بعديه noun أو verb مضاف له ing، امتى اجيب الفعل بمضاف له ان جي؟ لو في ام او اذا او ار قبليها، يعني هنا she is interested in هي مهتمة ب geography and history بالجغرافيا والتاريخ، يبقى احنا جبنا هنا، هنا كنا ممكن نقول ايه، نشوف اللي بعديها communicate with يتصل ب، we need mobile phones to communicate with people in other countries places أي أماكن، يعني بنحتاج التليفونات عشان نتصل بالناس اللي في الدول الأخرى والأماكن،
on computer في جهاز الكمبيوتر most information on computers and the internet is in English. معظم المعلومات الموجودة في الكمبيوترات on computer. ما ينفعش أقول in computer, on computers في الكمبيوترات and the internet في الانترنت is in الإنجليزي. For fun على سبيل المرح أو المتعة. رقية is practicing the Greek language for fun. رؤية بتتدرب على اللغة اليونانية من أجل المتعة. Afraid of خائف من. Don't be afraid of making mistakes. لا تكن خائف من عمل. خائف من. Learn from يتعلم من. I learned a lot from my father. علمت الكثير من أبي. Make mistakes بيصنع أخطاء. He makes a lot of mistakes but he apologizes. هو بيعمل كثير من الأخطاء ولكن هو بيعتذر. Busy بيجي بعد الفعل في المصدر مضاف له ing. She is busy عشان في is الفعل مضاف له ing مضارع مستمر. She is busy cooking the food. هي مشغولة بطبخ الطعام. Reason for سبب لي معنوي. The best reason for learning English is to help me with my job. السبب الأفضل ليا في تعلم اللغة الإنجليزية إنه بيساعدني في وظيفتي. cause of سبب بقى مادي. The cause of the fire is unknown. السبب المادي للحريق غير معروف. The cause of reason for سبب لي حاجة معنوية. match مباراة وتمشي معناها عود ثقاب عود كبريت. I hope you enjoy the match سامي. أنا أتمنى أن أنت تستمتع بالماتش يا سامي. It's dangerous to play with matches. نوع من الخطر أن أنت تلعب بالكبريت. National international. National محلي أو قومي. على الأهرام عند الأكبار اليوم are national newspapers. International دولي أو عالمي. English is the most important international language. عشان ما اطولش عليكم. interested in مهتم بيه للاشخاص. اما interesting معناها مهتم شيق للاشخاص للاشياء. I am interested in learning computer science. انا مهتم بتعلم علوم الكمبيوتر. Interesting. The film I saw yesterday was very interesting. الفيلم اللي أنا شوفته امبارح كان شيق جدا. طبعا ده نص الاستماع. العنوان Why are these people learning language؟ لماذا هؤلاء الناس يتعلموا اللغات؟ ده طبعا تقرأ كده مع نفسك براحتك عشان وقت الحلقة والاختبارات. طبعا انتوا تحلوها، ياريت تحلوها في التعليقات، ولو في اي حاجة في التعليقات اسفل الفيديو تقول لي مش عارفها او مش فاهمها يا مستر وانا احلها لك بسرعة على طول. ليه؟ انا ممكن احلهم دلوقتي يعني ما فيش اي مشاكل بالنسبة لي، بس لا، الافضل ان انت اللي تحاول فيهم. وزي المثل الصيني بيقول ايه، كل مرة اقول المثل الصيني ده، ما تدينيش سمكة ولكن علمني اصطاد. انا كده ممكن احلهم دلوقتي، ممكن احل الاسئله دي دلوقتي كده، اديتك السمكه على الجاهز بدون ما انت تحاول وتدور وتتعب في مجايب الحل. انا لو اديتك السمكه كده هتتعود على الكسل ومش هت اما لما انت تتعب فيها هتعرف قيمه المعلومه ومش هتنساها ابدا، وهتخش الامتحان وتبقى متفوق. ولو في اي حاجه مش واضحه ممكن تكتب لي في التعليقات اسفل الفيديو وانا هجاوب لك عليها. expressing بربوس التعبير عن الغرض في البوزيتيف والنيجاتيف. تو بيبقى معناها لكي، بيجي بعديها الفعل في المصدر. تو دايما بيجي بعدها الفعل في المصدر. طيب نوت تو لكي لا، برضو بيجي بعدها الفعل في المصدر. طيب المضارع البسيط في زمن المبني المجهود the present simple passive tense. طبعا بيتكون مفعول ار او از او ار، بعد كده التصريف الفعل، بعد كده باي الفاعل. ندي أمثلة. Tourists use English around the world. السياح بيستخدموا اللغة الإنجليزية حول العالم. دي كده جملة أكتف مبني المعلوم. طب احنا عاوزين نحولها لمبني المجهول passive. أبدأ بالمفعول. المفعول مين هو؟
الانجليش اللغة الانجليزية، ومين الفاعل؟ تورست السائحين هما اللي بيستخدموا اللغة الانجليزية. يبقى احنا هنبدأ بايه؟ بالمفعول اللي هي انجليش. انجليش از، انجليش دي مفرد تاخد از، يوزد تصريف التالت من ايه؟ من يوز، باي باي، بعد كده الفاعل اللي هما مين؟ تورست. نشوف الجملة اللي بعديها، هي ليرنز ايطاليان ات سكول، هو بيتعلم اللغة الايطالية المدرسة. كده الجملة دي اكتف، انا هحاول بسيف ايطاليان اللي هي اللغة الايطالية از ليرنين از ليرنت ات سكول، معناها اللغة الايطالية تدرس او يتعلم تتعلم تتعلم في المدارس. هنا برضو معناها اللغة الانجليزية استخدمت بواسطة السائحين around the world، حول العالم. مستر سامح teaches us Chinese، أستاذ سامح بيدرس لنا اللغة الصينية. We are taught Chinese، نحن تعلمنا اللغة الإنجليزية by مستر، من خلال أستاذ مين؟ سامح. Some connectives، بعض الروابط زي but و also و however، التلاتة بمعنى واحد، معناهم بالرغم من أو على، مع ذلك أو على الرغم من ذلك. هنقول الفرق بينهم بقى دلوقتي. بط بتيجي في نص الكلام زي مثلا ايه، بس ما بيجيش بعديها كوما، ما بيجيش بعدها فصل. I was ill، انا كنت مريض. I went to school، I was ill، انا كنت مريض. بط ولكن انا ذهبت للمدرسة. also او زو، الاتنين معناهم بالرغم من ذلك برضو، بس ممكن يجوا في بداية الكلام. however بتيجي في نص الكلام زي بط، بس بيجي بعديها كوما، بس بيجي بعديها ايه؟ كوما. which بقى اللي هي ضمير وصل، معناها الذي او التي او الذين، بس بتستخدم مع الفاعل او المفعول غير العاقل. خلي بالك اوي من غير من كلمة غير العاقل دي، عشان العاقل يبقى هو، اما which معناها الذي او التي او الذين. بتيجي بقى مع المفرد او الجمع. I saw the car، انا رأيت العربية. which التي hit the boy، التي ضربت صدمت او ضربت الولد. these are the pens، هؤلاء يكون الاقلام. which I bought yesterday، التي انا اشتريتهم بالامس. طبعا هتحلولي التدريبات ديت، والاستاذ زي ما انا قايل مالكش دعوه بالحل ده، ممكن يكون غلط. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتشغيل الجرس عشان تتابعني في أي جديد هنزل، ومشاركة الفيديو ده مع أصدقائك عشان يستفيد غيرك.